للأسف فخ كلنا بنقع فيه وبنندرج معظمنا تحته، ألا وهو التسويف. بنبقى مش عايزين نعمل الحاجة فبنفضل نأجلها لما لا نهاية بقى. ما هو التأجيل ده بيجي بعده عدم عمل الشيء. ولو انتم من أولوياتكم فعل أي شيء هو النجاح فيه والتفوق وتحقيق حاجة في حياتكم ليها معنى، فلازم تبعدوا خالص عن مشكلة التسويف، إن مشكلة عويصة ومش هتعرفوا تخرجوا منها غير بعد حين يكون خلاص فات الأوان أو بالفعل ضاع وقت كتير قوي. فعشان ما تعوش في الفخ ده، أهم نقطة هي إن لازم يكون عندكم خطة، والخطه دي لازم تخططوا لها كويس، يعني مش على السريع كده وخلاص جت هوبا مره واحده ونعملها، لا نقعد نشوف نرتب بقى الاهداف. اهم حاجه وانتوا بتكتبوا الاهداف اكتبوا الاهم الاول، تمام؟ اهم حاجه انتوا عايزين تعملوها بعد كده ايه بقى فالاقل اهميه طول ما انتوا نازلين لتحت. التنفيذ على المدى الطويل ده بيديكوا فرصه ان حتى لو هتاجلوا حاجه فانتوا هتعملوها لان هيجي الدور عليكم. واهم علاج للتسويف هو عكسه، يعني اللي هو مش التسرع بقى، لا ده عمل الحاجه في ساعتها، يعني الوقت اللي انتوا الحاجه طلعت فيه قدامكم اعملوها على طول، جالكوا حاجه استلمتوها اشتغلوا عليها على طول بسرعه. حاولوا دايما وراكوا اي حاجه عايزين تعملوها ادام ينفع النهارده نفذوها النهارده، بلاش تاجلوها لبكره، لان احنا مش عايزين نضيع النهارده عشان ما نرجعش نندم عليه بكره ونرجع نضيع بكره وبعده وهكذا. وعشان تعرفوا تحلوا المشكله دي لازم تعرفوا انتوا ايه اللي بيخليكم تسوفوا، ان انتوا مثلا بتعملوا حاجه تانية غير الحاجه اللي انتوا المفروض تعملوها دلوقتي، خلاص يبقى تلغوا الحاجه دي اللي هي لو مش مهمه عشان تبداوا تعملوا الحاجه اللي انتوا المفروض تشتغلوا عليها. يعني مثلا لو حد وراه مذاكره هيبعد بقى كل الازعاجات عنه، التليفونات والاجهزه وكل ده، هيبقى قدام كتبه بس. فالانغلاق ده هيخليكم تركزوا شويه على فعل الشيء بدل ما كل شويه هتلاقوا فجاه ايه ده ترن ترن هتتعطلوا فتلغوها فتقولوا خلاص هعملها بعدين. بيبتدي بقى من هنا. من الحاجات بقى اللي ممكن تشجعكم جامد ان انتوا تبطلوا الموضوع ده هي المكافآت، يعني في اخر اليوم كده كل يوم اعملوا مكافاه مختلفه، يوم تتفرجوا على فيلم، يوم تخرجوا في حته بتحبوها، يوم تكلموا حد، يوم تجيبوا لكم هديه، هكذا. فكل يوم اعملوا في اخره حاجه حلوه بس بشرط ان انتوا تكونوا خلصتوا المهام بتاعه اليوم ده، يعني الجدول اللي انا حطيته والتزمت بيه لو نفذته فانا استحق ان انا اكافئ نفسي. هتلاقوا نفسكم وتلقائي بتعملوا الحاجه عشان تحصلوا على المكافاه في الاخر. من الحاجات اللي بتخلينا نسوف هي ان في حاجات كبيره قوي كتير عايزه تتعمل، فاول ما نشوف منظرها بنتخض ما بنعملهاش. والفكره هنا بقى ايه؟ ابداوا بالحاجات الصغيره، يعني لقيتوا مهمه كبيره قوي وهتاخد وقت طويل وانا مثلا مش قادر او تعبان مش فاضلها دلوقتي، يبقى هبدا بالصغير الاول بس بعد كده هعمل الكبيره، يعني اعتبروها بمسافه تسخين. مش معناه ان انتوا تعملوا الصغير وتسيبوا الكبير، لا بالعكس، ده هيحمسكم ان انا ادام انجزت ده فهعرف اعمل غيره، لان في قاعده بتقول ان انجازكم ل 20% او 30% من العمل بيسهل عليكم انجاز 80 او 70% الباقيين، لان انتوا عرفتوا ادام انتوا كان عندكم القدره والمقدره ان انتوا تعملوا الجزء بس البسيط ده، فاكيد مش هتسيبوا الحاجه في نصها وقت، مش لازم تكملوها. وحابه اقول لكم بمجرد ما بداتوا، يعني نقطه الانطلاقه دي بنفسها هتمنعكم ان انتوا تسوفوا، لان انتوا خلاص بالفعل بداتوا في عمل الشيء، فهتتكسفوا قوي من نفسكم لو لغيتوه او وقفتوه، تحسوا ان انتوا كنتوا تعب اللي انتوا عملتوه شويه في الاولين ده على الفاضي، فلا لازم تكملوا عشان ما يبقاش اللي انتوا عملتوه ضايع. التفكير برضو هنا من ناحيتين بيساعد، ازاي؟ يعني التفكير الايجابي اللي هو تفكروا اللي هيحصل بعد كده ايه، ايه الحاجات الكويسه، في ايه اللي هيندرج بعد، يعني انا مخلص المهمه دي مثلا هكون مثلا خلاص ضمنت الوظيفه اللي هاخدها، او مثلا لا خلاص عرفت كده ان انا هطلع من الاوائل، او ايه اللي هيحصل، يعني شوفوا بعدها. برضو بقى بيجي هنا برضو تفكير سلبي اللي هو طب هيكون ايه اللي هيحصل لو ما عملتهاش، ايه العواقب بتاعه الموضوع ده، هترفض من الشغل مثلا، ممكن اكون هخسر مثلا تصنيفي في حاجه معينه، ايه اللي هيحصل، شوفوا ايه اللي هيحصل. لو انتوا تداركتوا ساعتها الموقف بدري وعرفتوا لا ان انتوا مش عايزين ده اللي هيحصل، فهتبتدوا تشتغلوا على ترفضوا وتمنعوا منعا باتا حاجه اسمها التوقف، يعني ما ينفعش ادم بداتوا في حاجه توقفوا، حتى لو انتوا في نيتكم ان انتوا تكملوها بعدين، لان ممكن تحصل حاجات تجبركم ان انتوا ما تعرفوش تكملوها او ممكن تنسوها اصلا. فبالتالي الموضوع ده اصلا شيلوه من دماغكم، يعني اول ما حد يبدا كل اللي بيفكر فيه هو لازم يخلص الحاجه ايه اللي قصاده، ان انتوا توقفوا الحاجه دي وانتوا لسه في نصها او لسه ما وصلتوش لاخرها ده انسوه خالص، لان الحاجه دي مش هتتم لو وقف. واستغلال اوقات الفراغ هنا مهم جدا 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 جدا، لان هيساعدكم ان انتوا ما تسوفوش. يعني مثلا لو حد عايز يتفرج على مسلسل، تمام، وقدامه شغل مهم عايز يتعمل، اوقات الفراغ دي هتخليه ان هو خلاص ده انا عندي وقت هتفرج فيه على المسلسل ده، فانا دلوقتي ما عنديش مشكله لو خلصت الشغل ده الاول. دايما اعرفوا ان انتوا لو عملتوا ظبطتوا اولوياتكم هتعرفوا تمشوا اموركم كويس. يعني مثلا ما ينفعش تتفرجوا على حاجه الاول بعد كده تخلصوا اللي وراكم، لا لازم تخلصوا اللي وراكم عشان انتوا بتشوفوا الحاجه حتى تبقوا مبسوطين، مش حاسين بهم لا ده في حاجه ورانا عايزين نعملها، فتضيعوا النقطه عليكم وفي نفس الوقت اجلتوا الحاجات اللي كان المفروض تتعمل من زمان. وبعدوا عن اي حد عنده العاده السيئه دي، لان ممكن يخليكم تلقائيا تبقى موجوده عندكم، سواء اذا كان من الاهل او من الاصدقاء، لان هم ليهم سبب مهم في الموضوع ده وتاثير رئيسي، لان انتوا اكيد هتاثروا بالناس اللي عايشه معاكم. فحاولوا على قد ما تقدروا تدركوا ان لا ده الموت قريب، ده انا كده هيبقى عندي اراده ضعيفه لو اندركت الموضوع التسويف ده، لا ده انا كده هنضم وهندرك تحت قائمه الناس الفاشله، فانتوا مش عايزين تبقوا كده فابعدوا عنها. وحاجه مهمه بقى هتمنعكم انا متاكده عن موضوع التسويف، هو ان كل ما اجلتوا الحاجه كل ما اتراكمت عليكم اعمال اكتر، كل ما مثلا ما كان عليكم جزء قد كده لا كل ما كبر بقى قد كده، فلو حتى مش هتعملوه بمقدار كده فهترجعوا في الاخر تبصوا طب انا مش هعمله دلوقتي. فالحقوا دلوقتي الحاجات بتاعتكم المفروض تعملوها وانجزوا فيها على قد ما تقدروا، امشوا مشوار طويل طويل فيها، تمام، لان كل ما هتدركوا ان انتوا العمر جرى بيكم اكتر وان انتوا كان في حاجات المفروض تعملوها زمان وما لحقتوش، كل ما لا هيبتدي يصحى عندكم شويه المخ وتنشطوا الذاكره ان لا انا المفروض اخلص اللي ورايا عشان ما ابقاش زي الاشخاص اللي قاعدين زي قلتهم. من الحاجات اللي هتحمسكم قوي وهي فكره ان انتوا تحطوا في اخر المشوار ده حاجه كبيره بقى انتوا بتحبوها، يعني مثلا لو انتوا ضغطتوا نفسكم جامد في الشغل عشان تشتغلوا عايزين تخلصوا اللي وراكم وتعملوا حاجه، والدراسه خلاص خلصتوا ودرستوا وانجزتوا كل ده، حطوا في اخرها مثلا هروح اعمل رحله، هسافر، هخرج مع حد، هتفسح، مش هشوف مكان جديد، هشم هواء،
كده يكون بعدها حاجه ايا كانت الحاجه اللي انتوا بتحبوها ايه، عشان تخليكوا طول ما انتوا ماشيين في السكه دي فاكرين ان في الاخر في حاجه هتعوض عن كل اللي انتوا بتعملوه ده. وبلاش بلاش بالنبي موضوع اختلاق الاعذار ده، يعني بلاش انا تعبان قوي مش هقدر اعمل الحاجه دي دلوقتي، انا مرهق، ايه ده، لا ده انا ما عنديش مجهود خالص ان انا اعملها، وبعدين تيجوا في الاخر وما انتوا دلوقتي بكام صحتكم، ولو ممكن يكون عادي حاجه بسيطه بس انتوا كبرتوها، ويجي بعد كده تبصوا تلاقوا ايه ده، ده انتوا فعلا تعبانين ومش هتقدروا بجد تعملوا الحاجه دي. واعرفوا ان مفيش حاجه اسمها انا هعمل الحاجه الفلانيه بكره، لا في حاجه انا ممكن اعملها النهارده، لان انا مش بايدي بكره، مش بايدي ايه الغد ده مش موجود عندي، انا اللي عايشه الحاضر، فانا في اليوم بتاع النهارده ماليش دعوه باللي هيحصل بكره وماليش دعوه باللي حصل امبارح، فانتوا في ايديكم النهارده، لكن مش في ايديكم حاجه تانيه غير النهارده. ولو بداتوا شويه شويه ترسخوا في مخكم فكره ان كل حاجه وقتها، يعني في وقت للعب وفي وقت للجد، في وقت للهزار، في وقت للشغل، لو ابتديتوا تعملوا لكل حاجه وقتها، لا الصبح انا هشتغل على الاخر عشان بالليل اريح، لا الصبح ماشي انا هشتغل واتعب جامد عشان بعد كده بالليل اخد كفايتي من النوم. مثال بسيط الا وهو تاخير الصلاه، عمركم شفتوا حد بيأخر الصلاه وبيعملها؟ لا، بل بالعكس تلاحظوا ان الصلاه اللي بعدها بتدن والاذان اللي بعده كمان بيدن وهكذا، هو عمال ياخر ياخر لحد ما يجمعهم كلهم مع بعض، وبعدين يبص يقول لا ده انا مش هقدر اصليهم كلهم مره واحده، دي كارثه. يعني انا بقول لكم شوفوا الموضوع واصل لفين، فزي ما المفروض اول ما الاذان يدن الانسان يصلي على طول في ساعتها عشان ما ياخرش وما يسوفش، وان عارف ان بعد كده التاجيل ده هيؤدي ان هو مش هيؤدي اي فرض فلازم يشتغل على الموضوع اكتر، فبرضه مسافه مجالكم اي مهمه او لقيتوا نفسكم المفروض تقوموا باي حاجه اعملوها في ساعتها على طول، لان انتوا مالكين اللحظه دي مش مالكين غيرها، اي حاجه في الكون لازم تتعمل في وقتها، غير كده ملهاش لا اي طعم ولا اهميه ولا هيبقى ليها اي لازمه، لان كان ليها وقت ما اتعملتش فيه خلاص مش هتتعمل في وقت تاني، زي الصلاه بالظبط. كل ما اتاخرتوا في فعل الشيء وكل ما اجلتوه في فضل عاده التسويف دي موجود عندكم، كل ما هتدركوا اكتر ان كان افضل لو عملته في وقته، او انه ما كانش ينفع اعمله في وقت غير ده، وبعد كده كل شويه ما هتقل فرصكم في النجاح في الشيء ده، لان هو كان ليه وقت معين انتوا عديتوه، فبعد كده بقى انتوا حظكم. اعلموا كويس جدا ان التسويف ده عاده من عادات الناس ذوي الراي الضعيف وذوي الاهميه القليله، فانتوا اكيد مش عايزين تبقوا كده في المجتمع. وفي الاخر عايزه اقول لكم المثاليه الزياده عن اللزوم، تمام، بتؤدي ان انتوا بتاجلوا الاعمال، لان انتوا شايفين ان انتوا هتبذلوا مجهود جامد قوي عشان يوصل بس للصوره اللي في دماغكم دي، فبلاش، ابتدوا في الاول واحده واحده ان انا هعمل على قد المطلوب، بعد كده زودوا شويه عن المطلوب، بعد كده حاولوا تزينوا شويه، بس بعد ما تكونوا خلاص اندمجتوا في الموضوع انه ما بقيتوش اشخاص بيسوفوا خلاص، فساعتها تبداوا تروحوا للمثاليه براحتكم، لكن في الاول خدوها واحده واحده. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتعملوا مشاركه عشان الفايده تعم وتوصل الفيديو لغيركم، وبرده تسيبوا رايكم تحت في التعليقات، وتعملوا اعجاب للفيديو عجبكم، واشوفكم فيديوهات تانيه ان شاء الله على خير، مع السلامه.